الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية أخوية لجميع المناطق الإعلامية اللي حضرت معنا هذا الملتقى الدوري اللي سميناه دوري المحبة نظرا لمشاركة إخواننا من الجالية المغربية بالديار الهولندية وجميع أقطاب المجتمع خارج أرض الوطن داخل أرض الوطن. كنشكرهم على الحضور ديالهم وعلى التنسيق ديالهم، وكنشكروا جميع الجهات اللي ساهمت معنا من أجل إنجاح هذا الدوري هذا بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد وذكرى اليوم العالمي للمهاجر. ارتقينا ان يكونوا اطفال الاخوان ديالنا اللي خارج ارض الوطن انهم يشاركوا معنا في هذا الدوري من اجل نعطيوا واحد الصبغه اضافيه للكره المغربيه ونكتشفوا المواهب اللي غتكون اللي غتعطي اضافه في المستقبل القريب. وهذا المنبر هذا الحمد لله مر هذا الدوري في واحد جو اخوي من اجل تلاحم اسامه سعيدي. played for national team, played for Liverpool, Stoke City, FC Twente, Heerenveen, and we had here a good tournament. The organization was very good. Aziz make a good tournament here in Tetuan, and we hope next time we do it bigger in Tanger. It was good for the children. Everyone was enjoying. And I enjoyed also very big talent here in Morocco, and we hope next time in Tanger for a better and bigger tournament, inshallah. كم تحية رياضية لكافة المنابر الإعلامية اللي حضر معنا في هنا في هذا الملعب. احنا كنتواجدوا في الملعب الكبير بمدينة تيتوان. جات هذه المشاركة في إطار الدوري بمناسبة ديال عيد العرش، الدوري الكروي الكبير اللي كتشرف على التنظيم ديالو جمعية فيكتوار وكذلك الهيئة العالمية للسلام والتعايش. الدوري شاركوا فيه بزاف ديال الفرق، خاصة الفرق من الجالية المغربية من الديار الهولندية. الحمد لله الدوري جالس في المستوى، الوليدات استافدوا، تعرفوا على ناس جداد، تعرفوا على لاعبين جداد، ونتمنوا الله التوفيق للجميع إن شاء الله.